شو صار عندنا بالتفاعل التالي. بالتحليل الكهربائي لما نحكي كلوريد الصوديوم، بداية نلاحظ المعادلة. كلوريد الصوديوم كون عندي أيونات الصوديوم الموجبة وأيونات الكلورايد السالبة. حكينا بعدين رح تتجه الأيونات نحو الأقطاب المخالفة إلها بالشحنة، فعندي الكاثود وهو القطب السالب اللي سميناه المهبط، رح يحدث عندي عملية اختزال ويتكون عندي هيدروكسيد الصوديوم وليس الصوديوم. أما عند الآنود وهو المصعد وهو القطب الموجب، رح يحدث عندي عملية أكسدة ورح يتكون غاز الكلور. هلأ دلائل حدوث، كيف استدلينا إنه نحن حضرنا هيدروكسيد الصوديوم؟ من الدلائل حدوث التفاعل الكيميائي الآتي. بداية تصاعد غاز الكلور عند الآنود، كيف استدلينا؟ لما أحضرنا ورقة تباع الشمس بداية التجربة لاحظنا أنه عمل على إزالة لون ورقة تباع الشمس. إذا تصاعد غاز الكلور عند الآنود. اثنين، تصاعد غاز الهيدروجين عند الكاثود. لما أحضرنا عود ثقاب مشتعل سمعنا صوت فرقعة، إذا يتوفر لدينا غاز الهيدروجين، انطلق لدينا غاز الهيدروجين. وأيضا الوسط قاعدي عند الكاثود، لأنه حكينا إنه تكون عندي هيدروكسيد الصوديوم. حتى أعرف إن الوسط قاعدي أم لا استخدمت كواشف، من هاي الكواشف اللي هو أزرق البروموثيمول، يتحول لونه إلى اللون الأزرق، معناته أنا تكون عندي هيدروكسيد الصوديوم. إذا انطلق غاز الكلور، انطلق غاز الهيدروجين، الوسط قاعدي عند الكاثود حيث تكون لدينا هيدروكسيد الصوديوم مادة قاعدية. كيف عرفنا إنه مادة قاعدية؟ استخدمت كاشف، هذا الكاشف اللي هو أزرق البروموثيمول حيث تحول اللون إلى اللون الأزرق، دليل على تكون هيدروكسيد.